أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، وتأثرت منطقة حائل بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الأجواء الحارة يتوقع أن تستمر خلال الساعات القليلة القادمة. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حتى تسود أجواء غائمة جزئيا، 21 درجة مئوية، الملموسة 20، الرطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها بالمنطقة الشمالية. سكاكا 25 إلى 13، تبوك 25 إلى 10، وعرعر 28 إلى 12. يلاحظ انخفاضات ملحوظة على درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31 إلى 21، مدينة جدة 29 إلى 25، مكة المكرمة 37 إلى 24، والطائف 28 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 24 إلى 15، أبها 26 إلى 15، وجازان 36 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 31 إلى 22، حفر الباطن 37 إلى 24، والإحساء طقس صافي 35 إلى 22 درجة مئوية. أخيرا على المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 33 إلى 25، بريدة 36 إلى 23 مع أتربة مثارة، وحائل رياح نشطة وأتربة مثارة 31 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ليلة سعيدة نتمنى للجميع وإلى اللقاء.